أسعد الله أوقاتكم مشاهدين، هذه نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق، والبداية بأبرز العناوين. الدفاعات الإماراتية تعترض صاروخا باليستيا وتدمر منصة إطلاق الصواريخ التابعة لميليشيات الحوثي في الجوف. وسط ترحيب شعبي واسع، قوات دفاع شبوة تؤمن منطقة العرم بالمحافظة. والجابري يعلن المسؤولية عن إيقاف باخرة تصدير النفط بميناء الضبة ويحذر من تصعيد شعبي قريب. أعلن التحالف العربي عن تنفيذ 18 استهدافا لميليشيات الحوثي في مأرب وتعز خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح التحالف بأن هذه الاستهدافات أسفر عنها تدمير 18 آلية عسكرية ومقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن نجاح الدفاع الجوي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق تجاه دولة الإمارات دون تسجيل أي خسائر تذكر. مرة أخرى تفشل ميليشيات الحوثي الإرهابية في استهداف أراضي دولة الإمارات الشقيقة، وتنجح المنظومة الدفاعية الإماراتية باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الإرهابية بعد منتصف الليلة الماضية. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي لصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عنه أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان. من جهتها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي أنه لا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة اعتراض الصاروخ الباليستي. هذا وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها أن القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في محافظة الجوف بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية، كما أكدت الوزارة أنها على هبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات. هذا العمل الإرهابي الجديد لاقى إدانات عربية ودولية واسعة وسط مطالبات المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم تجاه الميليشيات الحوثية وداعميها. هذا وأكد مستشار رئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش عزم بلاده على المضي قدما في تحقيق رؤيته الاستراتيجية وقدرتها على التعامل مع ما وصفه بتهديدات المنظمات الإرهابية. وقال قرقاش على حسابه في تويتر إنهم مصممون على أهدافهم ورؤيتهم الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع. وأضاف أن استفزازهم لن يجدي نفعا ولا يرون في تهديدات المنظمات الإرهابية وخيالاتهم المبنية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن الأمن والسيادة الوطنية، ومخطئ من يمتحن الإمارات على حد تعبيره.
ومعنا مباشرة من الرياض الدكتور محمد الحربي المحلل السياسي والاستراتيجي. مساء الخير دكتور محمد. في البداية، كيف تقرؤون دلالات وتوقيت هذا الاعتداء الحوثي على الإمارات؟ مساء الخير. هو الاعتداء الثالث في خلال الأسابيع الماضية. هناك استراتيجية الآن متقدمة بدأت من أكتوبر، هي الاستراتيجية الضربات الاستباقية والآنية المركزة على مناطق الحوثي. هذه ردة فعل لأنهم يواجهون العديد من الهزائم والخسائر، خسائر في المعدات والآليات في جنوب مأرب وفي الجبهات يعني بشكل عام. فهذه ردود فعل، والآن حسب التقارير انه ارتفع الهجوم 2021 بمعدل 78 هجوم شهري اكثر من العام 2020 اللي كان واصل 38 هجوم شهري. فالان التعامل مع هذه الميليشيا لا بد ان يكون وفق مسار عسكري القسوة، وهي اللغة التي تفهمها هذه الميليشيا الولائية، والتي لا تملك لا حلا ولا عقدا ولا زماما لمبادرة. الحل والعقد بيد النظام الايراني، وهو يستخدمه كورقة ضغط في اجتماعات فيينا 4+1 ابتزاز المجتمع الدولي. وإن لاحظنا أيضا في الفترة الأخيرة تغير في الموقف الأمريكي، وهناك نظر في إعادة إدراجهم إلى قوائم الترقب والإرهاب والتي تم إسقاطهم فيها في 16 فبراير 2021. وهذه أوصلتهم حقيقة رسالة بالخطأ، سواء كان للنظام الإيراني وأذرعي في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت هذا الموقف لنواحي إنسانية إغاثية، أمور قيم مبادئ، ولكن لن يجدي مع هذه الميليشيا، خاصة أنك تتعاملي مع ميليشيا لا تفهم مفهوم الدولة، إنما تتعاطى بمفهوم الثورة. طيب دكتور محمد، برأيك ما أهمية سرعة الاستجابة للتهديد والرد على مصدر النيران وقصف منصة إطلاق الصواريخ في منطقة الجوف؟ والله هو الآن الاستراتيجية المتقدمة أنه التعامل والتعاطي مع جميع الأهداف آنيا استباقيا وما بعد الحدث، وهو ما لاحظناه في ضرب منصة إطلاق الصواريخ في منطقة الجوف بعد استهداف أو بعد اعتراض الصاروخ من قبل الدفاع الجوي الإماراتي. هذه استراتيجية الآن مستخدمة، التركيز على المناطق والعمق التكتيكي، المستودعات، منصات إطلاق الصواريخ. هم الآن يزجون فيها ما بين الأعيان المدنية في الشمال والشمال الغربي، أو ما يطلق عليه محافظات طوق صنعاء. فهذه ميليشيا حقيقة يعني لا تفهم لا قيم لا مبادئ لا أخلاق لا إنسانية، تزج بالأطفال كأمواج بشرية. ولكن الآن هي مرحلة الحسم، اتخذنا واستنفذنا جميع المسارات إن كانت سياسية، وما زال المسار الإنساني والتنموي والإغاثي ماض على قدم وساق. لكن في هذه الفترة الضربات الاستراتيجية الجراحية التكتيكية الآنية الاستباقية على مناطق مركزة، مع الأخذ بالاعتبار النواحي الإنسانية والسكان وأشقائنا في اليمن. طيب يعني بعد كل هذه الخسائر التي يعني تلقتها ميليشيات الحوثي في كافة الجبهات العسكرية، هل تعتقد أنها سترضخ إلى حل سياسي قريب؟ لا أتوقع إطلاقا، لأنه بقاء هذه الميليشيا مع بقاء استمرار المعارك، طالما تنتهي المعارك سيسقطون وسيزالون وسيسحقون. ودائما ما نتحدث ولا يمكن إقحامهم وإدخالهم في أي حلول سياسية مستقبلية في حكم اليمن. هم لا يشكلون إلا 3% من الطائفة الزيدية الكريمة في اليمن. فأتوقع لا، لابد من القسوة أو الخروج. أنا أشكرك على هذه المداخلة. كان معنا مباشرة من الرياض الدكتور محمد الحربي المحلل السياسي والاستراتيجي. أكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب أن الدول العربية تصدت لمسؤوليتها بخصوص هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية والإمارات. وبدوره أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيض أن وزير خارجية اليمن قدم للاجتماع الوزاري رؤية بلاده بخصوص التسوية السياسية ورفض ميليشيات الحوثي للمسار الدبلوماسي. وأضاف أبو الغيط أن ميليشيات الحوثي مدعومة بقوة إقليمية معروف دورها في هذا النزاع، في إشارة إلى إيران.
أتلف برنامج نزع الألغام مسام آلاف الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مديريات بيحان وحريب بعد تفكيكها ونزعها من قبل الفرق الهندسية لألوية العمالقة الجنوبية. وذكرت الفرق الهندسية أن العبوات والألغام التي تم إتلافها بلغ عددها 7700 لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في القرى والطرقات والوديان في مديريات بيحان وحريب، وكانت تشكل تهديدا على حياة المواطنين وعائقا أمام تنقل حركتهم. ولفتت الفرق الهندسية إلى أن الفرق تواصل جهودها الدؤوبة في تطهير ومسح جميع المناطق. انتشرت قوات دفاع شبوة في منطقة العرم بمديرية حبان بشبوة ضمن خطة انتشارها في عدد من مديريات المحافظة وسط ترحيب شعبي واسع. وتنفست الصعداء منطقة العرم من مديرية حبان بشبوة التي لطالما عانت من تواجد ميليشيات الإخوان، فها هي طلائع قوات دفاع شبوة تنتشر في عدد من النقاط وحواجز التفتيش ضمن خطة انتشار واسعة وتدريجية لهذه القوات بإشراف من دول التحالف العربي. نحن اليوم نزلنا بعون الله وبقيادة المقدم وجدي باعوم منطقة العرم، وتمركزنا في عدة مواقع لحفظ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، ونضمن أبناء هذه المنطقة أننا سوف نكون عونا لهم في حفظ أمنهم. يؤكد قادة وأفراد قوات دفاع شبوة على حرصهم الشديد على حماية المواطنين وتوفير الأمن والاستقرار والطمأنينة في أوساط هذه المناطق، وفي المقابل عمت الفرحة أهالي هذه المناطق الذين استبشروا بقدوم هذه القوات. احنا جينا إن شاء الله لأمن البلاد والأمنها، يعني خلي الأمور تحت السيطرة والأمور طيبة إن شاء الله، والشعب هنا والمواطنين ارتاحوا لنا جدا جدا، وإن شاء الله يعني على مرحلة مرحلة وكل شيء ان شاء الله دفاع شبوة ينتشر يعني على خطط يعني محدده. تدشين يعني قوة دفاع شبوة في منطقة العرب، واحنا كمواطنين وشخصيات اجتماعية وثقافية نرحب بالاخوة اخواننا ابناء يعني ابناء محافظة شبوة الموجودين الان في النقاط من دفاع يعني محافظة شبوة، ونرحب بهم ترحيبا واهلا وسهلا بهم في منطقة العرب. انتشار قوات دفاع شبوة في مديريات المحافظة تسير بشكل انسيابي وحسب الخطط المرسومة لها، وسط ترحيب كبير من أهالي المحافظة الذين عانوا الأمرين من ميليشيات الإخوان التي ارتكبت جرائم لا حدود لها بحق الإنسان في هذه المحافظة. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة. وينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ الأحمر علي الأسود أحد مشائخ شبوة. مساء الخير الشيخ الأحمر، وأهلا بك معنا في هذه النشرة. في البداية، ما أهمية وجود قوات دفاع شبوة في منطقة العرم؟ أهلا وسهلا بكم وبقناة الغد المشرق. وما هي إلا قوة دفاع شبوة تأتي بعد يعني خروجها قبل 28 شهر من محافظة شبوة في تلك الأحداث المأساوية التي تم اغتصاب شبوة من قبل أخوان المسلمين المصدرين على قرار الشرعية اليمنية. وما عودة تلك قوة دفاع شبوة اليوم بهذا المسمى إلا اسما على مسمى، وتأتي في هذه المرحلة وفقا للاستراتيجية المرسومة للتحالف العربي في هذه المرحلة الحساسة التي سبقتها يعني بأسابيع معركة أعصار الجنوب التي تم تحرير المديريات التي تم تسليمها إلى الحوثي في سبتمبر الماضي. قوة دفاع شبوة انتشرت في كثير من المديريات وأمنت هذه المديريات، وما حصل في منطقة العرب هو أن جزء ليس جزء من الخطة الاستراتيجية الأمنية المتفق عليها التحالف العربي والجهات المعنية يعني برئاسة أو بقيادة محافظ شبوة الشيخ عوض بن محمد الوزير. طيب، هل نستطيع القول أن ما يجري الآن من حماية المناطق هو لتطهير شبوة من الإخوان بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي؟
اعتقد ان الموضوع هذا هو موضوع يعني يتضمن وجود المحافظ ومحافظ شبوه المعين اخيرا الشيخ عوض، وهذه اجراءات مستمره فيها التحالف العربي وايضا محافظ المحافظه، اولا لاصلاح، اولا يعني موضوع الشهر الماضي كان موضوع المعركه، معركه بيحان هي تعتبر هي النقطه الاساسيه والاستراتيجيه يعني حشد كل الطاقات بارض محافظه شبوه في هذه المعركه التي قادها العمالقه وتم يعني صدرت تحرير هذه الميليشيات. بالنسبه للوضع الان او البرنامج الان، هذا البرنامج يعني في يتزمن او في راس المحافظه هو يعني قياده التحالف العربي الذي يوجد بينهم تنسيق مشترك ومنسق عبر اصلاح كل ما تم تخريبه خلال 3 أعوام، وكل من اخطا او ارتكب تلك الجرائم حتى القتل او الانتهاكات او الاختطافات او النهب للمال العام ستكون له المرحله القادمه هي كفيله بازاله كل الشوائب او الترسبات التي حدثت في محافظه شبوه نتيجه لاغتصابها من قبل الاخوان المسلمين. طيب شيخ الاحمر، هناك ترحيب بهذه القوات من قبل المواطنين لما لها من دور في توفير الامن والاستقرار، ولكن ماذا ينتظر من هذه القوات؟ ينتظر من هذه القوات اولا انها عادت في هذه المرحله التي عانت محافظه شبوه يعني حرمان الامن والاستقرار منذ اغسطس 19، تلك المرحلة التي عمرها أكثر غابت 3 أعوام، عانى منها عبر المحافظة وأبنى الوطن الجنوبي جميعا تلك الانتهاكات والاختطافات والسيطرة على مركز القيادة والسيطرة من الجماعات المسلحة التي تتخذ من الأخوان المسلمين مظلة لهم، والذي كانوا ضمن هذه المخطط وضمن كل الارهاصات التي حصلت في محافظه شبوه وصلت الى محافظه ابين. تلك الفوضى الامنيه التي اتفق عليها الاخوان ومن وراءهم من بعض الدول الاقليميه ان تظل شبوه يعني تنسلخ من جسدها الحقيقي ويحاولوا ان يغرسوها في جسد اخر. لن تقبل شبوه هذه العمليه المباغته التي قام بها الاخوان، وتم بفضل الله وبفضل يعني التحالف العربي بقياده المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده وانميه العمالقه وقياده المجلس الانتقالي والمشاور محافظه شبوه المعين اخيرا الشيخ عوض وامن محافظه شبوه وامن الوطن الجنوبي والتحالف العربي والشعوب الشعب العربي انضموا الى هذه المعركه اعصار الجنوب وحتى العاده شبوه الى جسدها والى يعني وضعها الطبيعي والحقيقي، ولا زالت الامور بيد التحالف العربي وقياده المحافظه في محافظه شبوه. شكرا جزيلا لك على هذه المداخله، كان معنا عبر الهاتف الشيخ الاحمر علي الاسود احد مشائخ شبوه. أعلن رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام الشيخ حسن الجابري في مؤتمر صحفي عقد بوادي حضرموت بحضور وسائل الإعلام أن الهبة الحضرمية هي من أوقفت باخرة تصدير النفط بميناء الضبة، وفي حالة تعنت الحكومة في تصدير النفط سيكون هنالك تصعيد شعبي. مؤتمر صحفي عقده رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام الشيخ حسن سعيد الجابري في منطقة الردود بوادي حضرموت على خلفية أحداث إيقاف باخرة تصدير النفط من ميناء الضبة بالمكلا. فإذا قدمت الحكومة ممثلة بأي كان على تحميل بالقوة فإحنا بنرد الصاع صاعين وبنرد كل قوة مثلها 10 أضعاف القوة. فأنا أويه من الآن أن أي قدوم بالقوة من قبل الحكومة على التحميل سوف تكون العواقب لا تحمد عقباها. الشيخ الجابري تطرق خلال المؤتمر إلى أهمية توحيد صوت أبناء حضرموت في المطالبة بحقوقهم، إذ أن ذلك يزيدهم قوة، بالإشارة إلى الجهود المشتركة بين السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة الهبة لأجل انتزاع الحقوق. إذا السلطة اجتمعت معنا في هذا الشأن نحن لا ندور على زعامة من وقف، ولا الهدف واحد هو حقوق
غيرها ماشي، بغض النظر أن وقفت الهبة الباخرة أو وقف المحافظ أو وقفها أصغر واحد. الجابري حذر الحكومة وأي جهات أخرى تريد تصدير النفط دون الاستجابة للمطالب بأنه ستكون ضدها ردة فعل أقوى. الحكومة والشرعية رسالتنا لها نقول لهم يكفي مماطلة، نقول لهم يكفي تهميش، نقول لهم يكفي بلطية على شعب حضرموت. اليوم حضرموت قالت كلمتها بهبتها وسلطتها، فلن تحيد عن هذا الكلام. المؤتمر حمل رسائل للمواطنين، فحوها الاطمئنان على متابعة مطالبهم، وأن المؤامرات التي انحاكت لشق صف الهبة قد فشلت، وستنتهي المظلومية التي دامت لسنوات على حضرموت. محمد بحفين، الغد المشرق، من منطقة الردود بمديرية تريم. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من المكلا المقدم أحمد بامعز، نائب رئيس كتلة حلف جامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب. مساء الخير سيادة المقدم وأهلا بك معنا. إذا تابعنا ما قاله الشيخ حسن الجابري في المؤتمر الصحفي، ولكن ما هي تفاصيل إيقاف باخرة تصدير النفط من ميناء الضبة؟ مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين القناة. طبعا ما هو خلف إيقاف سفينة النفط هذه من التحميل هو قوة وتعاضد وتكاتف أبناء حضرموت ومظلوميتهم الذين يطالبون بها ويطالبون بتحقيق مطالبهم. فالهبة انطلقت منذ أكثر من 3 شهور بعد أن تم التنسيق والترتيب بين الناس على هذه المطالب، وقدمت إلى الحكومة أكثر من 26 مطلب، وهذه المطالب جميعها هي يعني تعتبر أدنى مطالب لأبناء حضرموت، ومع ذلك هناك تمت المماطلة وتم التسويف والتلاعب في الوقت، ومع ذلك نحن نصر ونصر على تنفيذ جميع مطالبنا ولن نتراجع. أما عن إيقاف السفينة فهذه خطوة جديدة، خطوة جبارة، كان يظن البعض أنها من 7 المستحيلات أن يتم إيقاف السفينة، فهي الوقائع تتحدث والسفينة واقفة ولن تحمل قطرة نفط من نفط حضرموت ما لم تحقق المطالب. فالبعض هناك كان يشكك حتى من مجرد أن يقنع نفسه بهذا الكلام، فالحقيقة هي واضحة للعيان. والآن أكثر من حوالي 14 يوم السفينة لن تحمل النفط، والقوة موجودة والعزيمة موجودة لدى الرجال، وأي تصعيد مثل أو أي تهور مثل ما قال الشيخ حسن الجابري سوف يواجه 10 أضعاف مثله. فنحن لن نخرج إلى الشارع ولا ننتشر في كل مكان، نريد شيء عبث، نريد حقوقنا المسلوبة منذ عقود من السنوات. فأدعو جميع الحضارم إلى التكاتف والتآزر، وها هي نتائج الهبة وأفعالها تلمس أمامهم وأمام عيونهم، فهي موجودة على الواقع من بداية تخفيض ديزل بترومسيلة إلى إيقاف سفينة النفط إلى بداية التجديد إن شاء الله، وهذا كلها هي من أجل خدمة حضرموت. فنحن لا نريد شيء يعني غير حقوقنا المشروعة الذي نطالب بها، وإن شاء الله نتمكن من تحقيق جميع. طيب الشيخ الجابري سيادة المقدم حذر من أن الهبة الحضرمية ستصعد في الشارع ولكن بشروط. السؤال هنا، ماذا بشأن السلطة المحلية وأين هي من كل ما يجري الآن؟ طبعا السلطة المحلية كانت في البداية هي يعني جزء من الحكومة في كثير من المطالب، وكانت هناك يعني تسويف او مماطلة. الان هناك موقف سجل للسلطة المحلية تشكر عليه، ولو كان هذا الموقف يعتبر يعني هو بضغط من الهبة الشعبية ومن التحرك الذي قامت به الهبة الشعبية وقيادتها وجميع فئات الشعب. فالموقف الذي سجلته السلطة المحلية اخيرا يعتبر موقف لا بأس به، ونعتبره جيد، ونحن نثني على السلطة المحلية في هذا المجال أن تتمسك وأن تنضم إلى الشعب، وأن البقاء للشعب، البقاء هو لمطالب الناس. فالسلطة زائلة في كل الأحوال، والوطن باقي والمواطنين هم أصحاب الحق. فنحن نتمنى من السلطة أن تضغط أكثر وأن تبادر بالقرب من الهبة ومن مطالب المواطنين أكثر.
وعلى صعيد الشارع الحضرمي طيب والمواطنين في حضرموت، ماذا يمكن أن نتوقع منهم في الفترة القادمة؟ طبعا الشارع الحضرمي والحضارم جميعا حتى اللي هم خارج حضرموت عندهم تفاعل، عندهم نوع من 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 التحدي ونبرة القوة موجودة، وانهم لن يتراجعوا عن ما يطالبون به وما يريدونهم في من حقوقهم. فالجميع متفائل والجميع يبادر من نفسه والجميع يقدم ما لديه والجميع طبعا يتناقلون الأخبار السارة وفرحين بهذه الأمور. هناك في فئات معينة بسيطة جدا هي حصلت لها نوع من المضرة من الهبة هذه أو بتنقطع مصالحها، تحاول أنها تشكك أو تصطاد في المياه العكرة ولكن لن تنال ما تريده. فالشارع متكاتف، الناس لديها القوة إن شاء الله، ونتمنى أن يزيد التكاتف ويزيد التآزر بين الناس. وأطمن الجميع أنه لن تكون هناك يعني تراجع عن مطالبنا وعن ما نريده. فلا تسمعون إلا أصوات النشاد، لا تسمعون إلا أصحاب المصالح الخاصة الذين يعني على الأقل إذا ما انقطعت مصالحهم هناك تهمشوا وانكشفوا أمام الشارع وانكشفوا أمام الناس، يعني يأكلون من ثروات حضرموت وينهبون فيها باسم حضرموت، ولن يقدموا أي حاجة للحضارم ولن حتى يفتحوا أبوابهم لاستقبال الحضارم بسرعة منهم. فذلك هذا هو ما هو حاصل اليوم، هو نتيجة للتكاتف والتآزر وعظيمة الرجال. فأصحاب المصالح من الطبيعي وأصحاب المرتبطين باللوبي الفساد والمرتبطين بالحكومة من الطبيعي أن يعني يكونوا في الصف الآخر، فلا لا لا وجود لهم ولن يقبلهم الشارع. نعم. بعد اليوم. طب مقدم أحمد، أنتم في كتلة حلف جامع حضرموت، ما هي رؤيتكم للمرحلة القادمة؟ طبعا لدينا مرحلة من ضمنها هي مرحلتنا هي الأساسية، نحن فيما نقدمه أو ما نتحدث عنه في الكتلة أو في الهبة هي مرحلتنا الآن هي مرحلة مطلبية حقوق حضرموت خاصة. الشأن السياسي هذا شأن يعني لدى الناس أفكار مختلفة وقد تتفق أو تختلف فيه أو تتباين في الرؤى، لا بأس في ذلك، إنما في الحقوق لا نختلف. فمن يختلف في حقوقه أو ينتقص من حقوق حضرموت فمعناه أنه ليس كامل الوطنية وليس عنده الغيرة والمحبة لوطنه. فالآن نحن نقوم به ونتحرك فيه هي مسألة حقوقية خالصة بعيدا عن الانتماء السياسي أو بعيدا عن التوجه السياسي أو بعيدا عن تقرير المصير بشكل أو بآخر مع هذا الاتجاه ومع هذا الاتجاه. فنحن نتمنى من الجميع أن ينضم إلى هذا. أما فيما بعد فلكل حادث حديث، ترى الناس ما هو أفصلح لها وما هو فائدة لها، والشارع ناضج، الشارع الحضرمي ناضج يرى أنه من يحقق له المطالب سوف ينحاز إليه، من الطبيعي هذا، من يحقق له مصالحه ومن يرعى مصالحه سوف ينحاز إليه الشارع، ومن يجلس يقدم خطب رنانة وكلام لا يغني ولا يسمن من جوع وتبريرات أخرى وتخوفات لن يوقف معه الشارع ولن يصدقه ولن يذهب معه ولن يستمع له أي فائدة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كان معنا مباشرة من المكلا المقدم أحمد بامعس نائب رئيس كتلة حلف جامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب. في ذات السياق جدد المجلس الانتقال الجنوبي دعمه للمطالب الشعبية في محافظة حضرموت ورفضه لمحاولات بعض الأطراف ركوب الموجة الشعبية والمزايدة بشعارات ومطالب غير واقعية لا تخدم حضرموت وأبنائها. وفي سياق آخر أكد المجلس الانتقال في اجتماعه الدوري أنه لن يسمح باستمرارية العمل بالقرارات أحادية الجانب الصادرة من جانب الشرعية والتي تسعى من خلالها بعض القوى لضرب اتفاق الرياض وإفشاله، مشيرا إلى أنه لن يتردد عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف تنفيذ تلك القرارات الأحادية متى ما تطلب الأمر. أفادت مصادر محلية عن حملة اختطافات واسعة للميليشيات الحوثية بحق أبناء مديرية العبدية في مأرب. وبحسب المصادر فإن الميليشيات الحوثية شنت حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من أبناء العبدية وقامت بنقلهم إلى سجونها في صنعاء.
ولفتت إلى أن من بين المختطفين الأستاذ عبد الحكيم الثابتي مدير عام مكتب التربية والتعليم سابقا. قال تقرير صادر عن منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة يونيسيف إن وضع الأطفال في اليمن بات مزريا بفعل حرب ميليشيات الحوثي الإنقلابية، لا سيما وأنها قتلت وشوهت قرابة 10,000 طفل إضافة إلى تجنيد الآلاف الآخرين في القتال. 8 سنوات عقيمة عاشها اليمن بمختلف أركانه بفعل حرب ضروس تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني بمختلف فئاته، وخاصة المهمشة منها كالأطفال والنساء، حيث أدت الحرب إلى واقع مزر يعيشه ملايين الأطفال. وأشار تقرير صادر عن منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة يونيسف إلى أن وضع الأطفال في اليمن بات مزريا بفعل حرب ميليشيا الحوثي الإنقلابية. ولفت التقرير إلى أن اليمن بات جحيما لا يطاق للأطفال، لا سيما وأن حرب ميليشيا الحوثي قتلت وشوهت قرابة 10,000 طفل إضافة إلى تجنيد آلاف آخرين في القتال. ووفق المنظمة الأممية فإن عدد الأطفال النازحين داخليا والذين أجبرتهم الميليشيات على النزوح من منازلهم يقدرون بنحو 1,700,000 طفل، فيما بات أكثر من 2,000,000 طفل خارج المدرسة جراء الدمار والإغلاقات التي لحقت بالمدارس. وقالت اليونيسف أدت مجموعة خطيرة من العوامل سببها حرب ميليشيا الحوثي الإنقلابية والتدهور الاقتصادي التي استفحلت الآن بسبب كوفيد-19 أدت إلى تفاقم الوضع المزري لأطفال اليمن الأصغر سنا، وأشارت إلى حاجة أكثر من 11 مليون طفل للمساعدة، ومن المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2,300,000 طفل دون سن 5 من سوء التغذية الحاد. المدير القطري لمنظمة أنقذ الطفولة في اليمن خافير جوبريت قال في وقت سابق أن الصغار هم أول من يعاني من عواقب النزوح وهم الأكثر تأثرا بذلك، خاصة في ظل تزامن هجمات ميليشيا الحوثي الحالية مع تفشي وباء كورونا وتدهور الأوضاع المعيشية، بما لا يجعل بوسع الكثير من الآباء والأمهات توفير المتطلبات الأساسية لأطفالهم. وفي خطوة خطيرة تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية تجنيد الصغار عبر إقامة معسكرات ودورات لتشجيعهم على القتال عبر فعاليات تهدف إلى تشجيع الأطفال على التجنيد، وهو ما يتعارض مع كافة القوانين والأعراف الدولية الرامية لحماية حقوق الطفل وتعزيز مكانته في المجتمع. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن. من جديد أهلا بكم. ناقش اجتماع لوزير النقل الدكتور عبد السلام حميد احتياجات ومتطلبات تطوير وتحديث مطار عدن الدولي، وخاصة تلك التي لم يتم إدراجها ضمن مشروع تأهيل المطار من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وثمن وزير النقل الجهود المبذولة من قبل هيئة الطيران وإدارة المطار لضمان استمرار نشاط المطار في الفترة الماضية وفي ظل الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد، لافتا إلى أن مطار عدن تعرض لتدمير كافة مكوناته من المباني ووسائل الملاحة أثناء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإنقلابية. وقع كل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية ومؤسسة صلة للتنمية اتفاقية مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن في العاصمة السعودية الرياض. ويهدف هذا التعاون لتنفيذ المشاريع في مجالات الطاقة والبيئة التقنية والأمن الغذائي والصحة والتعليم وتمكين المرأة والمياه والإصحاح البيئي والحماية والإيواء في كل من حضرموت وتعز ولحج وأبيان والساحل الغربي بتكلفة بلغت أكثر من 2,000,000 دولار أمريكي. ندعم هذه المنظمة وغيرها من المنظمات اليمنية كما فعلنا مع سبنز ومع SFD وكذلك كثير من المنظمات أخرى التي أيضا لم أذكرها في خلال هذا التصريح لدعم الاستدامة ودعم التنمية، وكذلك تخصيص الدعم بشكل مباشر للشعب اليمني وبشكل ذا جودة عالية وتنمية مستدامة وبشفافية واضحة للجميع.
نستفيد من خبرات أجفند ومن خبرات سرع على الأرض. والبرنامج السعودي تنمية الإعمار اليمن هذا واحد 207 مشروع ومبادرة مختلفة في كل المحافظات اليمنية الخاضعة للسلطة الشرعية، وإن شاء الله نحل السلام قريبا ونستطيع أن ندعم الشعب اليمني في كل محافظات الجمهورية اليمنية كما نفعل حاليا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعبر المنظمات الدولية. والآن نتابع وإياكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا. خلص باحثون في هونغ كونغ إلى دليل على أن قوارض الهامستر يمكن أن تنقل عدوى فيروس كورونا للبشر، وربطوا القوارض الأليفة بحالات عدوى بين البشر في المدينة. وسجل باحثون من جامعة هونغ كونغ وحكومة المدينة حالتين منفصلتين لهذا الانتقال بعد فحص مساحات وعينات دم من حيوانات تم جمعها من متاجر محلية للحيوانات الأليفة. وأمرت الحكومة بإعدام آلاف من قوارض الهامستر بعد تفشي العدوى في متاجر الحيوانات الأليفة بعد أن ثبتت إصابة بعض العاملين. اكتشف باحثون في مدينة ووهان الصينية سلالة جديدة لفيروس كورونا تدعى نيوكوف، وتشير النتائج المبكرة إلى أن لهذه السلالة القدرة على أن تكون أكثر فتكا من السلالات السابقة. ويعتقد الباحثون أن نيوكوف، والذي تم اكتشافه بين الخفافيش في جنوب أفريقيا، يسبب معدل وفيات مرتفع مقارنة مع كوفيد-19، حيث يمكن أن يقتل في المتوسط واحدا من كل 3 أشخاص. ويعمل الباحثون مع الجهات المختصة من أجل المراقبة والاستجابة لتهديدات الفيروسات الحيوانية الناشئة. وفي الرياضة المحلية توج فريق شمسان بطلا للنسخة الأولى لبطولة الشهيد الهبة الحضرمية عمر علي بازنبور، وتتويج شمسان باللقب جاء بعد فوزه على منافسه النصر بهدفين دون رد. فريق شمسان بطلا للنسخة الأولى لبطولة شهيد الهبة الحضرمية عمر علي بازنبور. تتويج شمسان باللقب جاء بعد فوزه على منافسه فريق النصر بهدفين دون رد. كانت مباراة للند، ولكن استحقنا الفوز والحمد لله بهمة الشباب وبفضل دعم الجمهور لنا. والله صراحة نظم دوري كويس ويختلف عن باقي الدوري، تنظيم رائع، ونشكر المجلس الانتقالي على هذا الدوري وتنظيمه. بطولة الشهيد بازنبور أقيمت برعاية القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المكلا، ونظمتها إدارة الشباب والطلاب باللجنة المحلية للمجلس الانتقالي في المدينة. نحن في مديرية المكلا نهتم بالنشاط الرياضي تحت رعاية إدارة الشباب والطلاب بالمديرية، ونكثف نشاطنا للفرق الشعبية بالأحياء. الهدف من هذا النشاط اللي هو توسع أكثر مع الشباب وتعرف لها الشباب من الأشياء المضرة والمعروفة اللي هي أشياء السيئة مثل القات وغيرها من الأشياء هذه. فعلا أنه يعني بعض الشباب كانوا رايحين في عادات يعني وسخة وهذا، لكن بصعد المراكز هذا أنهم جلبتهم وخلتهم يتجهون اتجاه الصحيح. ختام البطولة الذي حضرته قيادة المجلس الانتقالي بالمكلا ووالد الشهيد بازنبور جرى خلاله تسليم كأس البطولة لشمسان والوصي في النصر، كما تم تكريم الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة وأفضل حارس بحضور جماهيري كبير. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. نهاية النشرة، تذكيرا بأبرز العناوين. الدفاعات الإماراتية تعترض صاروخا باليستيا وتدمر منصة إطلاق الصواريخ التابعة لميليشيات الحوثي في الجوف. وسط ترحيب شعبي واسع، قوات دفاع شبوة تؤمن منطقة العرم بالمحافظة. والجابري يعلن المسؤولية عن إيقاف باخرة تصدير النفط بميناء الضبة ويحذر من تصعيد شعبي قريب.
للمزيد من الأخبار تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الظاهر أسفل الشاشة. إلى اللقاء.